فالعشرات من الكوادر التدريسية والموظفين والطلبة في كلية المأمون الأهلية نظموا وقفة احتجاجية مقابل مبنى الجامعة رفضا لإجراءات منح هذا الحرم الجامعي للاستثمار واحترام هذا الصرح الذي خرج أجيالا كثيرة وباختصاصات متعددة، مطالبين الحكومة بالتدخل السريع وإنقاذ الكلية من الخروج عن أهدافها. هذا الصرح إذا انهار تنهار قسم من آمال أبنائنا للدراسة في هذا الصرح، وعليه لابد أن نحافظ عليه ونوجه هذه الرسالة، أنه بين ليلة وضحاها يأتي مستثمر ويأتي عميد جديد ليقيل العميد الأصلي، ومستثمر يأخذ الكلية ليحولها إلى استثمار مالي، وبالتالي تبعد عن الهدف الأساسي اللي هو الهدف العلمي. فباسمكم وباسم هذا الجمع نوجه هذه الرسالة أن نحافظ على هذه الصرح. كيف نحافظ عليه؟ باستخدام القوانين، القانون بيننا وبينهم. مجلس الكلية الذي قرر بعدم استثمار الكلية نهائياً، وهذا مطروح في مجلس الكلية ورفع إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورده بكتاب، فنناشد السيد دولة رئيس الوزراء بالتدخل السريع بوقفة شجاعة مع أبناء الدكاترة وأبناء الأساتذة والطلبة والموظفين في هذا الصرح العظيم، ونناشده أيضا أبونا الغالي الأستاذ دكتور نبيل وزير التعليم العالي بالتدخل السريع ضد المستثمر. الطلبة من جانبهم انتقدوا الإجراءات التي قام بها نقيب المعلمين والمستثمر من خلال اقتحام الحرم الجامعي والاعتداء على الكوادر التدريسية، وطالبوا الحكومة بإيقاف محاولات الاستحواذ على هذا الصرح المهم الذي تأسس عام 1990. نعم يا هيبة الأستاذ الجامعي. اللي دار بين الطالبة أنه إحنا خايفين، إحنا نريد الأمور تمشي كما هي، إحنا طلاب عن طالب مرحلة ثالثة، وصار 3 سنوات ما شكيت من هاي الجامعة ولا شكيت من العميد ولا على أي أحد، زين؟ بس شكيت على التصرف اللي صار، يعني عصابة تفوت تقتحم جامعة، جامعة ماتي وتعتدي على الأساتذة ماتي، هاي لا أنا أقبلها ولا هو نفس اللي اقتحم يقبلها، أنا متأكد راح يسمع صوتي وهو ما يقبلها أصلاً، زين؟ وإذا أخته هنا أو زوجته أو أمه ويجي واحد يعتدي عليه مهما يكون المنصب مالته حتى لو رئيس وزراء، أنا ما أقبل. المحتجون رفعوا شعارات تنديد بانتهاك الحرم الجامعي، وآخرون هددوا باتخاذ الإجراءات القانونية لمنع الاستحواذ على كلية المأمون بأي شكل كان، إذا كان من خلال تسمية مجلس كلية جديد أو تغيير عمادتها أو تحويلها إلى مول تجاري. من العاصمة بغداد، أحمد فيلي، زاغروس تي في.